بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة أهلا بكم الأول، ويا رب تكونوا في خير يا رب. النهاردة هقولك الضحية اللي هي التاسعة والجزء الحداشر. الضحية التاسعة دي على فكرة طويلة جدا، يعني مش عارف يعني تتقسم ولا نعمل ايه، بس أنا هقول على قد ما أقدر، وقبل ما تزهقوا كده روح جاي مبطل. بس هي فعلا حقيقي أنا عندي معلومات فيها وكل تفاصيلها بالكامل، فيعني زعلان ان انا اقولها كده اي كلام او اشيل منها اجزاء واحط حاجات تانية اختصرها يعني. فان شاء الله هقولها بالتفصيل حتى لو على جزئين او ثلاثة، على حسب ما هطول على قد ما اقدر يعني. الضحية دي هي يعني عشان تعرف هيكل الموضوع كده، واحدة اسمها أنيسة وعديلة، وبالاشتراك مع مين دول الابطال يعني، عبد الله عبد الرازق، ومين واحد بقى كان ظهر مرة قبل كده في حاجة في لقطة كده اسمه محمد خفاجة. تمام، هنقول دي بقى اسمها ايه الضحية التاسعة، اللي هي مين؟ أنيسة محمد رضوان. في 30 يونيو 1920 كانت أنيسة دي في السنة دي كان عندها حوالي 25 سنة، وكانت تلفت النظر قوي بجمالها، واللي هو يعني كان زيادة عن المعتاد، لأنها فعلا كانت طويلة القامة ورشيقة وبيضة، بشرتها بيضة وعينيها عسلية واسعين كده. يعني هي كمان كانت من النوع اللي بتحرص على ان هي تبرز كل جمالها، مش اللي هي مثلا واحدة جميلة ومهملة، لا هي دي مثلا جميلة بقى ايامها بقى اللي يحط كانت بتحط كحل ومش عارف ايه، وشعر اشقر ذهبي، كانت بتحط شعر ورا حته خصله كده ذهبي، ان هي يعني ايه بتتفنن في ان هي كمان تضفرها مع شعرها. المهم ان هي كانت مهتمه جدا بشعرها جدا، وبان هي تضفره وتعمل اشكال في شعرها. المهم كان جمالها ملفت، كانت بتعمل على شكل تاج على راسها بشعرها كده، تعمل حاجه شبه التاج على راسها، وده كان بيبان جدا في يعني في يعني ممكن واحده تعمل ما يبانش فيها، ده كان بيبان جدا ويظهر ملامحها جدا، لانها كانت بيضه وعينيها عسل وكانت طويله، ممكن كانت تبقى ملفته. فبيقول لك ده اللي كانت بتعمله ده كمان كان بيزيدها جمال اكتر ما هي جميله. وكانت في وهي عندها 18 سنه أنيسة اتجوزت سنه 1914. احنا قلنا ان هي كانت في 25 1920 كانت عندها 25 سنة. ازاي يا ربي يبقى كام 18 يعتبر 24 سنة. المهم في 1914 هي اتجوزت من ابن عمها اللي هو احمد عزب، اللي كان بيشتغل تاجر صغير، تاجر اعلاف وغلة، فين؟ في مينا البصل في اسكندرية. والجميلة دي طبعا بتروش جوزها برضو، بتروش الدنيا. لكن الخلاف دب بينهم بين الزوجين، اللي هو طبعا دي صورة محمد خفاجة جاي السابق وقتها يعني، بس دي صورة تعتبر يعني شبه جديدة يعني، دي الناس عندها واحدة زي دي متداولة، بس مش شبه دي، والله مش شبه، بس نقدر نقول برضو دي متداولة شوية، مش أنا عملت إنجاز في دي يعني. وتحيا مصر والكلام اللي مكتوب هناك ده كان ايام ثوره سعد زغلول 1919 و1920، البلد كانت خربانه. ماشي، الخلاف جه بين انيسه وجوزها، بدا يدب الخلاف بينهم. ايه السبب؟ ان هو فكر ان هو يصفي تجارته، وان هو يعود لمسقط راسه باحدى قرى محافظه المنيا اللي هي في شمال الصعيد. ليه؟ لأن الركود كان في البلد، وكانت في ثورة، وكانت بهدلة، وكانت الحرب العالمية الأولى كمان. طبعا جت أنيسة اللي هي متربية أصلا في اسكندرية، صعب بتوع اسكندرية يطلع يعيش في أي بلد تانية يعني 90%، اللي هي كانت مولودة في اسكندرية وكانت متعودة على الحياة فيها طبعا، فهي رفضت إن هي ترحل معاه، ما قال لها أنا هنقل شغلي وهصفي شغلي، رفضت. وتصاعد الخلاف بينهم، والخلاف زاد جدا، وانتهى يا سيدي بايه؟ بطلاقها. ده صور برضو جديده لمحمد خفاجة، مش جديده قوي، انا بكرر واقول اللي جديد بقول عليه جديد، ان هو مش عند حد بقول عليه مش عند حد. واتطلقت وكانت
معها بنت وحيدة. هي لما اتطلقت كانت حامل، يعني الوقت ده ما اتطلقت كانت اتطلقت وهي حامل، وهي خلفت بنت وسمتها هانم لان هي خلاص اتطلقت وهي حامل. وبعد سنة جه جوزها فكر ان هو يرجع اسكندرية تاني، تقريبا كان الحال في البلد هدي شوية، فقال لك ماشي افتح تاني ورجع تجارتي تاني، وعايز يستأنف ويفتح دكانه تاني او الشركة بتاعته الصغيرة اللي كان فاتحها قبل كده. طبعا كله متوقع ان انا هقول ايه، وان هو عايز يرجع لأنيسة. لا، ده رجع بمراته، رجع بواحدة تانية خالص، ومعاه واحدة متجوزها اختارها من قريته، لان برضو يظهر ايه أنيسة ما كانتش عاجباه قوي، وما كانش بيفكر خالص ان هو يطلق يرجع أنيسة المتمردة. وبحكم صلة القرابة اللي هي بينه وبين أنيسة فقد سعى للتفاهم بين مع أخواتها، وقبلوا العرض بتاعه ان هو هيبتدي يدفع نفقة شهرية لأنيسة عشان بنته اللي خلفها وسمها هانم. والنفقة دي كانت عبارة عن مبلغ كام؟ 8 ريال كل شهر، 8 ريالات كل شهر. شوف الريال كان له معنى قد ايه. جت أنيسة بعد طلاقها قالت لك ان انا خلاص مش هينفع اعيش لوحدي، وراحت تقيم في منزل شقيقها الاكبر اللي هو مين؟ اللي هو السيد. لكن الاقامه هناك ما طولتش، ليه؟ لان كان في مشاحنات دايما بينه وبين مرات السيد اخوها دوت، كانت في يعني مشاكل كده ومفيش راحه نفسيه بينهم الاثنين، فراحت ماشيه على طول ما طولتش، وراحت ايه عند اخوها التاني اللي هو اسمه عزب. وعزب ده كان بيعمل زي اخوه في المينا، اخوه برضو التاني كان شغال في المينا، وهو كان بيغيب عن بيته معظم ساعات النهار، يعني معظم ساعات النهار برا. فطبعا فشل هو كمان انه يسيطر على الاحتكاكات اليومية بين أنيسة وبين مراته. ماشي، يبقى عزب كمان فشل انه هو يسيطر، ليه؟ لانه طول اليوم برا، وعجز ان هو يتحمل الاتنين، لان كان مستحيل، لان أنيسة بدأت المشاكل تكبر والعملية تزيد بقى، خلاص لا تطاق، مش قادرين يقعدوا مع بعض. وطبعا ده جاي على دماغ الراجل اللي هو عزب. وفكرت أنيسة ان هي تعيش مع اختها الكبيرة اللي هي اسمها ايه بقى؟ نميسة. ماشي، لكن كان من رابع المستحيلات. الصورة دي برضو جديدة للحاج ده، حاج احمد ابن محمد خفاجة، عشان الناس اللي بتقول لي انت كلم لنا اللي هم الاحفاد ان انت بتتعامل معاهم او ليك صله بيهم، وان هم مش راضين يطلعوا. لا، ادي صوره اهي اتجابت من حفيد، لفت النت كلها بين كامل اللي هي قبلها ودي كمان، وهتلف وبتبقى فضيحه وبتبقى منظرها وحش، فملهاش لازمه ان الواحد يطلع احفاد. انا فكرت فيها مع ده، واحد قال لي ده احنا عندنا بنات ما اتجوزتش بالسنين بعد الفضايح اللي حصلت دي. فيلا ربنا يستر على الناس كلها. فخلاص، فما قدرتش ان هي، مستحيل ان هي تعيش مع نميسة. ليه؟ لان نميسة دي كان بيتها ضيق، وكمان يعني اخد امها معيشها عندها، وعندها كان عندها عيال كتير، فالجميع كلهم كل اخواتها وافقوا مرغمين فعلا على ان أنيسة تسكن في مسكن لوحدها مع مين؟ مع ابنتها. وبديهي طبعا ان انت هتقول ايه الاجابة التقليدية، ان انت رحت تعيشي في بيت لوحدك، يبقى اشترطوا عليها الاخوات ايه؟ لازم تاخدي مامتك معاكي. وفعلا لازم تاخد مامتها معايا، لان مش هينفع تعيش وحدها. ودي كانت الشرط الوحيد من اخواتها، ان هي تقعد لوحدها في بيت لوحدها، لازم تاخد مامتها معاها. والحكاية دي جت مصلحة، ليه بقى؟ لان اخوات أنيسة لهم اخ ميت وسايب يعني طفل صغير، فطبعا هم عايزين يتخلصوا منه ده اكيد يعني. فراح قال لها شرط كمان، هتاخدي مين معاكي؟ ابن اخوكي المتوفي، ويعيش مع بنتك هانم وتعيشوا. وافقت طبعا أنيسة، واثبتت لاسرتها كلها بالموافقه دي ان هي يعني عايزه تعيش فعلا، ان هي تاخد الطفل وتاخد مامتها، يبقى دي واحده غاويه عيشه، وان هي يعني قد الاستقلال اللي هي طلبته ده، وان هم وان هي هتبقى قد الاستقلال ان هم منحوه لها يعني. فبعدت أنيسة عن اي حاجه تثير الشبهه، لان قاعده لوحدها بقى،
في سلوكها باعتبار ان هي طبعا واحدة مطلقة. فقلت لك لا انا هبعد على الشبهات خالص، اي حاجة فيها شبهة ماليش فيها، وان هي كمان عايشة ما فيش راجل معاهم ولا اي حد. وده فعلا وقف الغواية اللي جواها، او يعني الغية اللي جواها في ان هي عايزة تتدلع وان هي عايزة توضب نفسها، وكانت مشهورة بالخلاخيل حطها في رجلها وتيجي تمشي تعمل بيهم دوشة كده ومش عارف ايه. فالاتصال اللي عملته ده خلاها فعلا قللت الاهتمام بجمالها، اللي هي كانت يعني بتعشق ان هي تعمل في شعرها حاجات، وببقتش فعلا تتزين داخل منزلها او خارجه، وبقت عادية خالص، وتحط كذا او تحط طرحة او تحط اي حاجة. وكمان شالت الخلاخيل اللي هي كانت مشهورة بيها ديت، اللي كانت بتحطها في رجلها وتلفت بيها انظار الناس لما كانت بتروح فين في الاسواق، كان كله بيتكلم عليها. وكمان بقى شوف بقى يعني الاتجاه، حاجة بتجيب حاجة، حرصت على اداء الفرائض الدينية، يعني بدأت تصلي كمان، وان هي بدأت تصلي وبدأت فعلا محترمة وماشية في حالها، يعني عندها نية خير. شوف وتيجي بقى ايه كمان، النفقة اللي هي كانت بتاخدها، قالت لك بس انا لازم اعول نفسي وان انا محتاجش لاي حد من اخواتي. فقالت لك خلاص الفلوس اللي بتيجي دي كويسة مش وحشة، كانت ايامها تعتبر كويسة جدا. فقالت لك انا هحوش منهم اللي هم التمانية ريال اللي بيقولها النفقة، وبدأت تحوش منهم فعلا، يعني بنت يعني مكافحة تعتبر برضو. ولغاية لما اشترت مكنة خياطة، دي ما كانتش برضو خلي بالك زي فاطمة الضحية اللي قبل دي، كانت مومس وشغالة في الدعارة برخصة، لا دي ما كانتش كده، دي بنت ناس تعتبر هي بس حظها يعني. ورأى وما اشترت مكنة خياطة مفيش، عدى سنتين كانت بتخلاص بقى لها زباين وبتفصل ملابس بالقطعة للناس، للأفراد لحد دلوقتي بالأفراد، وبعد كده زادت وبدأت تتعامل، دي أنيسة في المسلسل، بدأت تتعامل مع الخياطين، يعرف محلات الخياطة الترزي يعني، تقول له ماشي، بدأ يورد لها لبس هو قصه ونقص على الخياطة، الراجل عنده شغل كتير ومش فاضي، خدي انت خياطي دول 10 بيجامات 10 كذا 10 كذا، خدي خياطي انت دول. فبدأت تنجز شغل فعلا له، وكمان بقت تعمل الفينش حاجة، يعني مثلا الخياط ما يعملش التطريز او حاجة، لا بقت تعمل الفينش كله اللي هي المراحل الأخيرة في الفستان مثلا أو في البيجامة أو كذا، وبدأت تضيف له إكسسوارات وكلام من ده، المهم تشطب تديله الحاجة تمام التمام، يعني بنت شاطرة وشغلها كويس جدا. شوف يعني ماشية محترمة جدا أهي، وفي عام 1919 احنا عارفين هي اتجوزت 1914، حدث تحول خطير في علاقة أنيسة رضوان، اسمها أنيسة رضوان، نسيت أقول لك إن هي اسمها أنيسة رضوان. ايه التحول اللي حصل ده؟ ان هي توطدت صلاتها بواحده اكبر منها وخبره يعني، ماشي، واحده كمان مش اي واحده يعني، واحده فعلا يعني جايه في الكلام اهو، وهي كانت اصلا ليها صله قرابه بينها وبينها، يعني كان في صله قرابه بعيده بينها وبين مين بقى اللي هي توطدت علاقتها بيها، اللي هي عديله الكحكيه، دي واحدة بقى كانت كارثة من الكوارث، ماشي، رغم ان هي اتعرفت عليها بعد ما اتهدت شوية. ونتيجة العلاقة اللي هي زادت قوي ديت وصل ايه بقى؟ وصل ان نتيجة العلاقة دي ان انيسة سابت البيت اللي اخواتها مأجرينه لها ده، وراحت فين بقى يا سيدي؟ راحت تأجر بيت في ميناء البصل قريب من عمود السواري، اللي هو كان ملك، البيت ده كان ملك عديلة الكحكية، راحت واخدت الطابق الارضي لما بقى بتحبها وعايشة معها تماما، اللي هو ايه، اخدت الدور الارضي من المنزل اللي هو بتاع مين، عديلة الكحكية. وخلاص قالت لك عديلة طبعا كان لها جوزها خلي بالك وابنائها، بس كانت عديلة فين، في الدور التاني يعني، فوقيها على طول، دي في الارضي ودي في الدور التاني. وطبعا اخواتها اعترضوا شوية وقال لك انت ليه بتنقلي وليه كذا وكذا، فكانت الحجة اللي هي استندت اليها انيسة ان هي بتنقل ليه وبتعزل ليه، عشان المسكن الجديد ده او البيت الجديد هو قريب من ابن عمها وطليقها احمد عزب، ان هو ده هيتيح الفرصة ان هو يشوف بنته اكتر
وان هو يعدي عليهم برضو ويشوف احوالهم ويشوف عايزين حاجة، بنته دخلت مدرسة في كذا في كذا، وانه يرعى شؤونه. فاخواتها اقتنعوا وبالتالي وافقوا، لو العملية ماشية فخلاص وافقوا. والسبب التاني اللي هو كان سبب النقل ده او ان هي عزلت، ان العلاقة كانت بين انيسة علي حسن ده اللي هو الجواهرجي اللي كانوا بيروحوا يبيعوا لورايا وسكين، بس ده في المسلسل برضو، انه كان العلاقة بينهم زادت جدا لدرجة ما كانوش بيسيبوا بعض 24 ساعة، دي بيتة عند دي دي قاعدة عند دي. فكانت يعني معرفتها بعديلة اللي هو بقى ايه، ان رغبة مشتركة من الاتنين، ان دي عايزة. على فكرة عديلة كانت متطلقة برضو، يعني كانت ليها جوز وعيال ومش عارفه، واتطلقت وقاعدة في البيت بقى. انا قلت ان هي متجوزة بس اتطلقت، يعني انه في رغبة مشتركة من الاتنين بالتمتع، ان الحياة مش كلها شغل وان احنا متبهدلين واتطلقنا احنا الاتنين، لا في رغبة جامدة جدا وعايزين يتمتعوا بالحياة. سوري يعني ان هي يعني دي عايزة تعرف راجل ودي عايزة تعرف راجل، ويعني هي ظروف المطلقات كده، يعني ما هي برضو عايزة تعيش حياتها زي بقية البني ادمين، مش ذنبها ان هي اتطلقت يعني. وما كانش حد عارف مين فيهم اللي وصل التانية للطريق الشائك ده، او مين السبب اللي ودى التانية. واحدة اتقتلت والتانية كادت ان هي تكون في حالة حبل المشنقة. وعديلة قالت انها كانت يعني قبل معرفتها بأنيسة ما كانتش بتغادر باب المنزل خالص، ما كانتش بتطلع بره بيتها خالص، هي بس ايه كانت كل مشوارها ان هي بتروح لغاية أنيسة وترجع. كلام ده ايه قبل ما تتطلق، ان ما كانتش بتطلعش غير المشوار تروح تزور أنيسة وترجع. لكن بعد كده ان هي يعني بدأت تشتغل، وهجيلك في الكلام اقولك اشتغلت ايه والكلام ده، ان هي كانت في الوقت ده بعد ما اتطلقت بتخرج كتير وبتتعامل مع كتير جدا من الرجالة، فبدأت تغري أنيسة. يبقى ايه عديلة هي السبب، بدأت تغري أنيسة ان هي تخرج معاها، وهو يعني امر انزعج له اهل أنيسة. وخلي بالك كان بداية خروجهم يعتبر سبب طلاقها عديلة، لان عديلة في الاواخر يعني كان سبب الطلاق بدأت تخرج مع أنيسة وجوزها بدأ يشك ومش يشك، فكان من ضمن اسباب طلاق عديلة خروجها مع أنيسة كتير. وأنيسة كانت حلوة برضو، فكانت ايه يعني جوزها بيشك في عديلة، وده كان السبب لطلاقها بنسبة 50%. ووصلت المشاكل بين عديلة الكحكية وجوزها لطريق مسدود واتطلقت، لدرجة ان جوزها خير عديلة الكحكية قال لها يانا يا أنيسة، يعني أنيسة تمشي من البيت اللي هي ساكنة في الدور الأرضي دي، يانا اللي همشي من البيت، لأنه طبعا هي صاحبة البيت. قالت له لا امش انت واتكل على الله وخلي مين، واختارت أنيسة فعلا بدون تردد بيقول لك. ودي يعني كان ممكن يعني فعلا تصدق الكلام ده ليه، لسبب لأن عديلة ما كانتش أسرتها بصفة عامة كلها مش من النوع اللي عنده التزمت الأخلاقي، يعني مش دي صفاتهم. هقول لك ليه، لأن واحدة من أخوات عديلة كانت شغالة في رقاصة، تمام، يعني كانت بترقص في الموالد، ادي واحده، واتجوزت من مين، من واحد طبال. واختها الثانيه اب اللي هي كان عندها مقهى اللي هي يعني قهوه للعب الامور، هي وجوزها بتديرها، واحد اسمه ابو الشام، ابي الشام يعني او ابو الشام، كان الاثنين شغالين عاملين قهوه وبيلعبوا فيها امور للعب الامور للناس، يعني نسب 100 100 حاجه فل. والثالثه كانت شغالة بقى، دي اللي ضايعة خالص، كانت شغالة مومس باللغة بتاعت زمان اللي هي واحدة في الدعارة ايه في كوم بكير، قبل ما تعي يعني، لان اختها دي كانت عيت واعتزلت، يعني لما عيت اعتزلت يعني مش بارادتها يعني. واختها دي اللي هي التالتة دي كانت ساكنة فين يا سيدي، كانت في بيت الخواص لو تفتكر، ده اول بيت من بيوت الدعارة اللي شغلته ريا بنت علي همام في الدعارة، ده أول بيت فتحته، كان بيت اسمه بيت الخواص. وبس قرايب عدي أنيسة كانوا دايما يأكدوا في التحقيقات، يقول لك إن عديلة هي اللي أتلفت حال أنيسة، هي اللي ضرت أنيسة. وعلى فكرة ده الكلام الصح،
مش ده كلام توقع، لا، لان هي اللي اغرتها تتكلم مع رجاله، وهي اللي اغرتها تخرج مع رجاله، وهي اللي اصلا اختها مش عارف مومس، والتانية شغاله عندها قهوه بتلعب فيها قمار، والتالتة كذا. يعني مش حاجه مستوى انيسه ان هي تتعرف عليه خالص. فمعرفش ايه اللي ودها للسكه دي، هو قدرها. ونميسة اختها اكدت مليون في المية ان هي فعلا كانت بتصوم وتصلي لغاية لما سكنت مع عديلة. معرفش ايه اللي حصل مع بعض وايه، بس بتقول ان عديلة هي اللي بوظت انيسة. والتحليل ده وافق عليه في التحقيقات كلها حافظ سلامة اللي هو جوز نميسة، وقال انا ما كنتش مستريح ابدا لان مرات اخته تتعامل مع واحدة زي عديلة وتخرج من الصبح ما ترجعش الا المغرب. ده كلام ده كان في التحقيقات، وكانت بتتكحل وتمشي تشخلع، وانه لاحظ بعد فتره من انتقالها للسكن معاها ان انيسه قلدت عديله الكحكيه واستبدلت سنتها كمان بسنه ذهب، لان عديله كانت عامله الحركه دي كانت ايامها عياقه يعني. فبيقول يعني ان هو ايه بدا يشوف التطورات ديت. عديله واقفه بترقص اهي في المسلسل. فالتطور ده اكد له مليون في الميه ان الوضع بتاع انيسه رايح للسكه الغلط. وجا مره قدام نميسه، وانيسه دي كانت موجوده، وعاتبها جامد، عاتب نميسه جدا، وعاتب انيسه كمان، واختلف مع مراته نميسه، وكان الموضوع وصل للطلاق شويه يعني. وبالذات كان بينتقدها في حته السنه الذهب دي، وقال لها في وشها انت تحطي سنه ذهب يبقى انت، وان هي كان منظره وايامها كان عيب يعني. وان انت يعني انا مش عاجبني الحال ولا الطريقه بتاعتك دي. وكمان بقى اضاف حاجه تانية، ان انت ليه قاعده من غير جواز لحد دلوقتي؟ انت دخلتي وصلتي ان انت اتطلقتي بقالك داخله في 4 5 سنين، ليه ما اتجوزتيش لحد دلوقتي؟ وقعد يعني يلح عليها جدا. هو كان شغال حلاق على فكرة، صاحب صالون حلاقة، وقال لها يعني ممكن انا عارف ناس كتير جدا من اللي هي ترحب قوي وقادر اجيب لك عريس، وناس كمان موافقة عليك تتجوزك. فردت انيسة قالت له لا انا برفض ومش عايزة اتجوز. قال لها يا بنت الحلال لي، انا جايب لك ناس، واحد يعني ناس كويسة. قالت له بص كده يعني من الاخر، انا باخد دلوقتي النفقة من حوالي 8 ريال ووصلها لي 10 ريال دلوقتي، وانا بكسب في اليوم الواحد من ورا الخياطة وعديلة بتجيب لي زباين ومش عارف ايه، بكسب ريال كل يوم، يعني 11 ريال يعني 30 ريال في الشهر زائد 10 ريال يعني 40 ريال. قالت له ان انا لو اتجوزت كل ده هيطير وهيروح، وهقعد لها خيط ولا هشتغل ولا هعمل. وهي خلاص مزاجها كده يعني، لغت موضوع الجواز عشان في دماغها بقى طبعا عديلة هتزبط لها الدنيا. وفي يوم يا سيدي من الايام في سنة 1920، الاتنين اللي هي انيسة وعديلة خرجوا، ادي هم قاعدين في الحنطورة، كانت دي طريقة الخروج وقتها. وخرجوا من البيت بتاعهم اللي هو كان وقتها فين، اللي قلنا في مينا البصل، اللي هو رايحين لسوق الجمعة، كان السوق هناك قريب منه، عشان انيسة هتشتري شوية بكر خيط واكسسوارات للملابس اللي هي بتخيطها للترزية او للناس الخياطين اصحاب المحلات. اما عديلة فما كانتش رايحة تشتري حاجة، كانت راحة تتمرقع معاها شوية، تتجول معاها شوية بين الدكاكين، اهو ربنا يسهلها في حاجة ماشي. وما في اليوم ده ما لقوش حاجة يشتريها، يعني ما كانتش في حاجة مغرية ان هي تشتريها وخلاص. ولسه جاية تخرج من السوق تتقابل بالحقنة اللي هي مين، واحدة بتناديها باسمها لانها كانت عارفاها زي ما بتقول لها يا عديلة، وقالت كمان يا ام محمد لانها كانت عندها ولد اسمه محمد. فبصت بقى فجأة ورا، دي واحدة عارفاني بقى بتقولي عديلة ويا ام محمد، يبقى دي واحدة عارفاني. فاتفاجئت بالتهمة اللي قدامها اللي هي مين، اللي هي ريا. وريا كانت معاها ساعتها مين، بديعة راح تشتري لها جلابية كفارة، ده كانت مجوعة بديعة ومشردة في الشوارع، فكانت راح تشتري لها جلابية. وبصت لها عديلة واخدتها بالحضن وقعدت تسلم عليها، وكانت ما شفتهاش من مدة طويلة ايام. كانت عديلة في بيت اختها اللي هو، او يعني شافتها مرة عند القهوة اللي كانت بيلعبوا فيها قمار دي، هي وجوزها ابو الشام،
اختها كانت شافتها هناك مره، دي كانت اخر مره شافتها فيها. فوقفوا يتكلموا ويتبادلوا الاخبار والكلام ده، الصحه والاحوال والاولاد عاملين ايه ومش عارف ايه. وكمان ريا فكرتها باختها نبيها، قالت لها اختك الله يرحمها اللي هي ماتت، اللي هي كانت ماتت في مستشفى المومسات، دي اخت عديله. وطبعا راحت ريا منزله دمعتين كده في الهجس في الاونطه، وراحت اسمها ايه دي مسحتهم بمنديل عديله، قالت لها يا اختي خلاص معلش الله يرحمها ومش عارف ايه. وبقى وريا اصلا في الوقت ده عماله تتفحص وتبص من فوق لتحت، انت عارف في ناس كده تتكلم معاك عماله تبص فيك وتفتش فيك، دي ناس دي بتبقى عينيها وحشه. وهي واقفه التانيه بقى اللي هي انيسه واقفه ساكته خالص، يعني عماله تسمع الحوار واخده بالها ان دي عماله تفتشها من فوق لتحت، من ايديها للحلق اللي لابساه لرجليها لكذا لكذا. وقالت لها بقى، راحت بصه طبعا بعد الكلام ما خدهم شويه، قالت لها الله مين الست الحلوه اللي معاكي الجميله دي، لان يعني قالت لها يعني ما شاء الله جميله جدا، لان جمال انيسه كان ملحوظ جدا يعني، وخساره في الموتة اللي ماتتها. ريا ما بتضيعش فرصه خالص، يعني صممت ان هي تعرف دي مين والحاله المهنيه بتاعتها ايه ووضعها ايه ودي مين وساكنه فين فلغايه لما عرفت ان اسمها طبعا عرفته وعرفت ان هي مطلقه كمان، يعني عماله زي ما تحس ايه بتقيم الموقف في دماغها. وقعدت تسال عن احوالها، انت عامله ايه، انت مبسوطه، انت كويسه، وعايشه فين. عرفت ان هي عايشه وحيده، ما طبعا عماله تدرس وتلملم بقى، رغم ان هم كان بقالهم مده يعني فرق شويه ما طولوا في القتل، او يعني كان مثلا يقتلوا 3 4 في الشهر، لا كانوا مطولين الفتره اللي فاتت دي متعطلين شويه لما اختلفوا على نبويه، ان عرابي ما راحش وعبد الرازق ما راحش وحسب الله ومحمد عبد العال هم اللي قتلوا نبويه ودروها وعملوها ومش عارف ايه. فقعدت تقيم الموقف، وان دي بقى مطلقه وانها عندها ابنه وحيده وان هي عايشه لوحدها وتحت بيت عديله، قعدت تدرس الموضوع. وقعدت تقول لعديله اسكتي مش جوزك اللي طلقك ده اتعمى، وقعدت تمصمص لها بشفايفها ومش عارف ايه. ولغايه لما وصلوا فضلوا يتمشوا مع بعض بقى، مش في الكلام ده هم واقفين، لا مشوا مع بعض وفضلوا يتمشوا مع بعض لغايه لما وصلوا فين، لمقام سيدي ابو الدردار، عندنا بنقول في عليه في اسكندريه كده، لكن هتقراها هتلاقيها مكتوبه ابي الدرداء، او احط لك صورته. وصلوا للشارع هناك، فلحت عليهم ريا طبعا ان هي لازم تيجي البيت عندها. لكن أنيسة لكن طبعا هما الاتنين اعتذروا، قالوا لا أنيسة عندها ميعاد وما نقدرش نتخلف عن الميعاد ده، لأن الميعاد ده مع ترزي من الترزية عايز يستلم شغل أنيسة مخلصاه ولازم تروحوا كمان بالمرة ايه تاخد فلوس. فقالت لها ليه، هي بتورد لترزية؟ قالت لها ده شغلها ماشي وكويس جدا وتمام التمام. وأصروا فعلا على الانصراف، وريا اصرت على ان هي تعرف البيت بالويم حتى كده وبالوصف، قصدي توصف بيتها لعديله وانيسه اللي هو بيت حاره النجاه، صممت توصفه لها، قالها لازم اشوفك، ومصممه جدا انت لازم تيجي ونتفسح معاكي ونغدوكم. شافت الذهب بقى في الاتنين بقى، والحاله مية مية، ودي بتكسب ودي بتكسب. عديله كانت شغاله رقاصه قبل كده، وان عندها بيت كمان، فتلاقي مصممه جدا توصف لها بيت حاره النجاه اللي فوق قدامك اللي في الصوره الابيض واسود ده، وان هي لازم تفسحها وتغديها وتعشيها ومش عارف ايه. رحت بيت حاره النجاه وصورته ودخلت جوه البيت، فوق طلعنا فوق البيت اللي هو قايل السقوط، اوريك اخر صور له. الفيديو ده هنزله لك بعد ان شاء الله الفيديو ده بيومين كده، فيديو تحفه. دخلت جوه فوق البيت طلعت وصورته لك يا سيدي، ده حدث ما حدش صوره قبل كده، كله من بره من بره، انا كنت كمان مصوره من بره، هيعجبك جدا، هتشوف الاوض بقى والابواب وكله على الحقيقي وعلى الطبيعه، بس مهدود نصه وثلاث ارباعه مخرم في بعضه. ودي كانت البدايه للطريق لحاره النجاه اللي مش بينجو منها احد. وما كانش اللقاء الصدفه ده اللي جمع بالريا وعديله وانيسه في سوق الجمعه، خليك فاكر،
ان ده يعني هيؤدي لصلة مستمرة، لا بالعكس، كانت رايا مفكرة ان دي هتبقى صلة مستمرة، وان الاتنين الستات دول ان هم انيسة وعديلة ان دول بقى هينضموا لمين، لفايلق النساء او الجيش بتاع النساء اللي عند عديلة اللي شغال، اللي عند رايا اللي يقولك المقطورة بتاعتها، ما بحبش اقول برضو الطريقة دي، انا بتكلم بالعامية احلى، اللي هم الناس اللي كانت شغالة فين في حارة النجاة، اللي هم بتوع الدعارة البنات اللي كانوا شغالين عند رايا في حارة ايه النجاة، رغم ان هم يعني كانوا بيرغبوا بقوة في مصادقة الرجال، وكانوا كمان انيسة وعديلة بيستجيبوا لمعاكسة الرجالة لهم، وكمان كان يعني سوري بقى واحد شقطها يعني تروح قاعدة معاه على جنب او تستجيب له وتقعد تتكلم ومش عارف ايه، يعني بترفع عن نفسها بان هي بتعرفش الرجالة اللي بتشوف اي حاجة، فكانت تقعد تخرج معاه سوري في الكلام يعني يبوسها بوسة وياخد تاخد منه ايه فلوس. كانت اللي معلمها الطريقة دي مين؟ عديلة. دي بداية السكة الغلط، والكلام ده كانوا بيعملوه على سبيل المزاج مش الاحتراف، مش بدافع الفلوس، لا كان بياخدوا فلوس لكن بدافع الشهوة، وما كانوش من نوع اللي بأي عبر سبيل واحد يعاكس، لا كانت بتختار الراجل اللي هو بيعاكسها، اذا كان واحد نظيف وشيك وحلو ومش عارف ايه ومية مية ويقعد يمسك شنبه كده وبرومو يبقى ده راجل تمام التمام، كان زمان بيعملوا كده. وكانت ان هي تبص تنقي الراجل انه كمان ده مركزه كويس او ده حالته المالية كويسة، دي كانت طريقتها هي وعديلة، يعني كانوش بيلملموا كده، لا كانوا يعني يشترطوا كمان لما يتعرفوا على واحد تقول له تعالى البس شيك وتعالى انا عايزك كده تبقى نضيف مش عارف ايه، وكان ده كله طبعا ده في السر، ان هما الاتنين مع بعض حاجة جانبية كده بعد الشغل بعد كذا. وساعات كانت كمان مثلا انيسة اتعرفت على واحد وعكسهم هما الاتنين ماشيين وواحد بس، تيجي تقابله المرة الجاية تقول له لا هات بقى زميلك معاك المرة الجاية العديلة، كانت الطريقة ماشية كده عشان يعني يختلف عديلة ودي يقعد معاها، ويعني كل واحدة كانت بتشغل التانية، والحكاية دي معروفة طبعا، يعني حتى لو واحدة وحشة واحدة حلوة بتشغل الوحشة، والدنيا ماشية وكله أرزاق. وكانت دي بتخرج على حس دي من البيت ودي تخرج على حس دي، يعني انت راحة فين انا عند عديلة وانت راحة فين انا عند انيسة، وما كانش حد بيشك في الموضوع ده انه عارفين ان دول اصحاب، ان هم احد اي افراد الاسرة، يعني ما كانش حد بيشك يعني في انه عارفين هم اصحاب بيخرجوا خروجات عادية بقى دي بتتسلى بعد شغلها، لكن كانوا يعني شاكين شوية او عارفين ان هم يعني في مخاطر بخروجهم دول، ان هم كده دي مغامرة، يعني دي مغامرات بيعملوها ان ممكن يتعرضوا لخطر او انه ممكن واحد يعكسهم، ان ده الاهاليهم كانت مفكرة كده، وطبعا مع الوقت اخواتها نسوها بيروحوا لها ويعملوا مش عارف ايه، لكن بتخرج طبعا مش كل يوم اخوها عندها وهي نازلة، لا نزلت خلاص واخوها قاعد في بيته، خرجت مع عديلة واخوها قاعد في بيته، والتانية اهلها قاعدين في بيتها، فما كانش حد حاسس للدرجة الا لو جاب الصدفة ولقاهم مش في البيت، كنت فين وكنت كذا والكلام ده. نسيت اقول لك حاجة، ريا ما فوتتش الفرصة وصفت لهم بيت النجاة فعلا، لكن نسيت اقول لك حاجة، ما فوتتش الفرصة وان هي كانت يومها لما كانوا في سوق الجمعة اخدت من عديلة عنوانها بالتفصيل، قالت لها انت عنوانك يا اختي بالطريقة بتاعتهم دي، وخدت عنوان عديلة فعلا بالتفصيل، وما بتفوتش فرصة ولا لها غلطة ريا ديت. ليه؟ لان هي كانت حاسة ان الاتنين دول مستواهم اعلى بكتير من الزباين اللي بيترددوا على بيت حارة النجاة، ان هم زباين ريا وسكينة، وان دول ايه زباين يعني تحت اندر قوي وتعبانين قوي، وان الاتنين دول ايه مستوى نظيف. ده كمان ده لما شافهم احمد النص هو اللي وصفهم قال يعني اللي بيجيلك دول شحاتين وكرابيع وهلافيت، وانت جايب اول مرة تجيب اتنين نضاف يعني حاجة نظيفة، ده الكلام ده قاله بأحمد النص لما مرة شافهم، يعني الكلام ده سابق لأوانه، وقعد يتريق عليها وقال لها ده الاتنين دول كمان محدش ولا راجل يجرؤ من الناس اللي عندك انه يقدر
يتعامل معاهم. ليه؟ لان المستوى بتاعهم عالي جدا. وقعد يتري عليها يقول لها سوري يعني النسوان البواقي اللي ماما اللي عندك دول زي عيشة وعزيزة ونعمة، الناس دي كلها تروح تبيع يا نصيب وتبيع طماطم وتبيع بطاطا وتلم عقاب السجاير. ده التريقة اللي قالها ابو احمد النص عليها يعني. فهي طبعا من الكلام ده حست ان معاها اتنين فخمين قوي، وان لازم تبتدي تحط خطة وتستغل الموضوع ده. والناس غير ابو احمد النص، الناس كمان اللي جنت ريا واحدة اسمها برج، هي اللي كانت السبب المباشر ان تخلي ريا تكبر في دماغها قوي ان لازم تجيب عديلة وانيسة لبيت حارة النجاة. يعني لفتت نظرها قالت لها دول مستوى، وفي ناس عندي بالهبل هيموتوا على الناس دول، وان لازم فعلا دول ييجوا. برج طبعا دي واحدة عاهرة وعارفة كل الدنيا، يعني قالت لها عديلة، قالت لها عارفها عديلة، الحكاية بتمشي مع واحدة اسمها انيسة، اصل الحتة هناك ضيقة خلي بالك وصغيرة. فبرج كانت عارفة كل حاجة. وكان عدى اسبوع كده من المقابلة ديت، وكان في يوم من الايام كان عبد الرازق قاعد يعني وقت المغرب كده في خمارة قريبة من حارة النجاة، وقاعد يتفرج على برج عمالة تلم عقاب السجاير من تحت رجل الناس كده اللي هي بتيجي تقعد وتشرب وكلام من ده، وبتبقى معاها يعني كوب او كوز يعني بالبلدي من الصفيح اللي هو كوز صفيح كده، وبتلم وتحط فيه عقاب السجاير دي، لان في معلم كان زمان كان فعلا بيلمهم، كان بياخد عقاب السجاير ديت وبيصنع منها نوع من انواع الدخان الرخيص. ومع انه ما كان عارف البت من قبل كده اللي هي برج، وكان بيشوفها كتير جدا في حارة النجاة، لكن المرة دي لما شافها كان يعني كان الاول يعني ما كان بيشوفها كان يقول ايه البت النتنة المعفنة دي، يعني دي طريقته. ويعني كان يقول لها يتريق عليها يقول لها ما تنتظرنيش، يعني كان دايما يتريق عليها يقول لها ما تستني يعني مش هتيجي تنامي معايا في أوضة يعني. فكان عبد الرازق في اليوم دوت كان سكران جامد جدا. فجت يعني سوري يعني الرغبة الجنسية جت في دماغه ساعتها، فراح جاي ماسك برج ديت وراح جاي شددها شدة جامدة جدا من ايديها كده، والبنت يعني استسلمت له ان هو كان شكله لبط ويعني لسانه طويل، وفضل ماشي بيها يلف بيها بين المحششات والبارات في حي اللبان، ويعني البنت استسلمت وبرضه خايفة كده. فقالت لك يعني ايه، يعني هي توهمت ان هو ايه في شغلانة او في حاجة، فقالت لك يا سيدي ماشي اهو ده اقل مشقة او اقل تعب من جمع ايه عقاب السجاير، ويمكن هيديني في الاخر فلوس، يبقى انا كسبت يعني اكتر من اكيد هتبقى اكتر من ما لم عقاب سجاير وبيعها. وبدأ مشى بيها لغاية لما خلاص يعني دخلنا على منتصف الليل اللي هو بعد الساعة 12، راح جاي داخل بيها حارة النجاة وكأنه بيسوقها بعصا طويلة، كالراجل مفترق او عبد الرازق ده يعني، وعمال يعني زي كون ينغزها كده امشي امشي قدامي، وكمان عمال يشتم فيها شتايم منيلة بستين نيل الراجل اللي ملوش حل ده. وقعد دخل الحارة بتاعت النجاة وعمال يشتم في القوادين اللي هو مثلا بقى زي حسب الله ومش عارف ايه، والناس اللي شغالة في الدعارة عمال يشتم ويبرطم ولا هو هنا. وراح جاي صاحب البت الغلبانة ديت في دكان ابو احمد النص، وكان في دكان يعني فاضي بين دكان ابو احمد النص وستوتة بنت منصور، ده دكان كان فاضي، فراح جاي اخدها شددها جامد جدا وراح داخل بها الدكان وبدأ يعتدي عليها يعني او يمارس معاها يعني، والبنت عمالة تصرخ 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 ولا بني ادم قدر من ناس عارفين عبد الرازق بانه غتت وقليل ادب، ولا لغاية الفجر قعد الوضع ده سمعين صراخ منها لغاية الفجر، وان حد يتدخل لانقاذها او يقول في ايه، ولكن في حد واقف ولكن في صوت صريخ اصلا، لغاية لما الصبح بدأ يطلع
فتحت ستوتة بنت نصير اللي هي بنت منصور ولا ايه، دكان الطبيخ ده، كان دكان طبيخ على فكرة جنب ابو احمد النصر، لانه كانوا بيعملوا اكل للناس اللي هي في المحششه واللي كانوا في بيباتوا مع بنات وكلام من ده. ولسه بتعمل، بالذات كانوا بيعملوا شوربه عدس لسه، لان كانت في ناس بتيجي تفطر شوربه عدس مخصوص، معرفش ايه، هي مفيده طبعا. فلسه بتفتح وبتبتدي تعمل العدس، اللي هي الناس اللي كانت بتيجي تفطر شوربه العدس ديت، كان الناس دي بتيجي تشرب الكوبايه ويدفع فلوسها، يعني كانه جاي يشرب شاي او جاي يفطر بيها يعني. ومفيش لسه الناس دي بتبتدي تشرب العدس والكلام ده، لقوا واحد طالع، البنت دي نسيت اقول لك اسمها برج، بس انا لا قلت برج، دي هي اللي خلت سكينه وريا يفكروا في عديله وانيسه. ولقوا ان برج دي طالعه يا عيني من المحل، والراجل برضه ابن الجزمه عمال يشتمها بعبارات اسوأ انواع العبارات، ويعني وضرب بالعصايه اللي كانت معاه. كل ده ليه بقى؟ زاد ليه اكتر؟ عشان بعد ما نام معاها بتطالبه بفلوس بسيطه، يعني انت ضيعت عليا اليوم فاديني اجر الليله ديت، ان انت ضيعت عليا ان انا لم عقاب السجاير، ضيعت عليا اليوميه بتاعت الشغل بتاعي، وكمان خلتني قضيت ليله سودة معاك، و ولسه بتقول له ليلة سودة معاك، راح جاي ايه بدأ يضربها. قال لها ليلة سودة معايا انا؟ ده انت اللي ريحتك معفنة ومش عارف ايه، وبرضه قاعد يشتم تاني. وبرج صممت جدا جدا ان هي تاخد اجرتها او حق الليلة اللي هو قضاها معاها، وقعدت تكرر ومش عايزة تمشي خالص، وقعدة يعني تقعد على الارض ومش عايزة تمشي، وعمالة تتلوى شوية وضربني وبهدلني. وراح كمان ابن الابلسه، الراجل ده متغاظ منه قوي، وهي قاعده على الارض راح جاي ضاربها بالشلوت كذا مره في وشها وفي بطنها وفي صدرها ومش عارف ايه، ضربه بوحشيه يعني، لدرجه الناس فكروا ان الراجل ده اتجن، لولا ان ستوته اللي هي صاحبه المحل اللي بتعمل العدس ده، وكم واحد من الرجاله اللي عندهم دم وحسوا على دمهم، يعني لو ما يعني بدأوا يقولوا طب خلاص يا باشا ويا بيه ومش عارف ايه وانت الفتوة وانت كذا، وبدأوا ايه يمنعوه ووقفوه عن الضرب العنيف اللي كان بيضربه لمين؟ لبرج. وبرج مصممة تاخد فلوسها، وراح الموضوع على كده، ووقف الموضوع على كده خلاص، ولولا ان هم حشومنا كان زمانه موتها الراجل الغبي ده. خلاص الوقت كان اتأخر، وصلوا 6-7 الصبح، وبقى ظهرت مين؟ ريا، اللي كانت اصلا في الليلة دي كانت بتتفقد احوال البيت، يعني البيت انه اللي كان في حارة سيدي عماد، كانت هي مشاركة واحدة اسمها روما في بيت، فكانوا هما الاتنين بيديروا البيت ده فين؟ في حارة سيدي عماد اللي مرة حطيت لك الجامع بتاعه. وبدأت بقى لما وصلت حارة النجاة بدأت تسمع من كل لسان كلمة عن اللي حصل، ده الراجل اسمه عبد الرازق ضرب برج وحصل وحصل، وحكوا القصة كلها. لكن سمعت بقى، قالت ما فين برج دي، وراحت جايبة برج وسمعت منها كل التفاصيل اللي حصلت بينها وبين عبد الرازق، واتدخلت ستوتة كمان وبرج بتحكي، وراحت صعبت عليها، فراحت جايبة لها ايه كوباية عدس. وراحت ستوتة دي اسمها ايه بتحكي برج، قالت لها طب عري كده وريني الضرب اللي بتقولي عليه. لقوا بقى الكدمات وحته مزرقه وحته محمره وحته بتخر دم، فيعني بقى منظر مؤسف، وكل ده عشان بتطالب ان هي تاخد اجرها من الحيوان اللي اسمه عبد الرازق المفتري. وصعبت عليهم يعني البنت المسكينه ديت، وبرده برج مصممه ان هي تاخد فلوسها. وريا طبعا ما كانتش مستغربة، لان مش اول مرة البني ادم اللي اسمه عبد الرازق ده يعمل الحركات ديت، وده ضايق ريا جدا، لان ريا كانت بتقول ان ده هيبوظ سمعة البيت اللي هو حارة النجاة اللي شغال في الدعارة، وفعلا وان ده كده هيربك العمل في بيت الدعارة اللي هو حارة النجاة. بس هي ما كانتش يعني فييسة قوي اللي هي تقدر تدفع الفلوس لبرج، ان هي ما كانتش مسرفة يعني ان هي تقدر تدفع فلوس لبرج وتحل المشكلة، فاكتفت ان هي ريا باشا ان هي ترفع ايديها للسماء وتقول الله يقصف عمرك يا عبد الرازق،
واتأسف عمره وعمرها بالمرة فوق البيعة. وريني ويا رب وريني في يوم، دي طبعا يعني دعوتها تستجاب، ربنا يا رب وريني فيك يوم يا عبد الرازق. ووعدت يعني ستوتة ان هي هتشتكيه للباشا الكبير اللي هو حسب الله، وان هي مش هتسيب برضو حقها يعني، فبس يظهر حسب الله في الحارة، مجرد ما الباشا يظهر في الحارة احنا هنشتكي له اللي حصل من عبد الرازق ويبتدي يحل لنا الموضوع. وكده شوف قد ايه طولت عليك وغصب عني عشان ما تبقاش على تلات اجزاء، فاستحملوني معلش. فانا طولت خلاص، وصلت ل 45 دقيقة اهو، فهوقف والى اللقاء في الجزء الثاني من الضحية التاسعة والجزء الحداشر، يعني ده الجزء الحداشر نازل اهو، جزء اول في جزء تاني منه. ويا رب تكون الحكاية عجبتكم وتكون كاملة ومتكاملة، واي تفاصيل اسأل انا برد على كل الناس. ماشي، يلا. لا اله الا الله محمد رسول الله بالنيابة عنكم. اللي عايز يكتبها في التعليقات يبقى ده الرد بتاعك طبعا. انا بقولك لا اله الا الله تقولي محمد رسول الله، عشان اشوفكم تاني ونلتقي على خير ان شاء الله. سلام.